ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وطقس صيفي اعتيادي في معظم مناطق المملكة وأجواء لطيفة ليلا، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة، ولكن مع بداية لارتفاعات تدريجية لدرجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع. كما نشاهد من خرائط درجات الحرارة هنا، نجد أن يوم الأربعاء هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، أيضا هنالك ارتفاع آخر يوم الخميس بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة في العاصمة عمان. بداية هذه الليلة تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الأربعاء والخميس والجمعة ارتفاعات تدريجية كما ذكرنا سابقا، 29 30 31 نهارا، أما ليلا تبقى الأجواء صافية عند 21 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها شمالا من إربد 33 إلى 22، ليلا في المفرق 33 إلى 20، في جرش 32 إلى 22، عجلون 31 إلى 20 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 29 إلى 21، زرقاء 34 إلى 20، بلقاء 30 إلى 21 ليلا، مادبة 29 إلى 20، أجواء حارة في البحر الميت 39 نهارا و 28 درجة مئوية في ساعات الليل. في الكرك 31 نهارا إلى 20 ليلا، طفيلة 30 نهارا 21 ليلا، معان 31 إلى 20، في جبال الشرى 27 إلى 18، في العقبة 39 إلى 30 درجة مئوية في ساعات الليل. في رويشة 36 إلى 23، صفاوي 36 إلى 21، وأخيرا في الأزرق 36 إلى 21 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.